السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. معكم عبد الله، طالب في كلية صيدلة جامعة المنصورة، زميلكم في المستوى الثالث. النهاردة هنتكلم عن مادة جميلة جدا من المواد السهلة، المواد بتاعة التقديرات، وهي مادة الباثوفيسيولوجي. أول حاجة هنتكلم فيها يعني إيه باثوفيسيولوجي. خدنا في الترم الأول مادة الفسيولوجي وهي علم وظائف الأعضاء. طب الترم ده هناخد حاجة اسمها الباثوفيسيولوجي وهو علم وظائف الأعضاء المرضي، يعني الجسم بتاعي لما بيحصل فيه ديزيز أو مرض بيبدأ يشتغل إزاي؟ هل إن هو الفانكشن بتاعته بتختلف؟ هل طريقة عمله بتختلف؟ ده اللي إحنا هندرسه. طبعا الناس الشاطرة في الترمينولوجي في المستوى الأول عارفين إن كلمة باثي يعني مرض، وفيسيولوجي هنتقسمها لنقطتين، فيسيو يعني وظائف الأعضاء، وأولوجي هي الترم بتاع علم، فهو علم وظائف الأعضاء المرضي. أول حاجة نعرفها الترمس اللي بنستخدمها في الباثوفيسيولوجي. طبعا الدكتورة دخلت على طول في السل وازاي بيحصل هايبرتروفي في السل والاتروفي في السل، فاحنا هن... لا احنا هنبتدي بالانترودكشن بتاعتنا ونعرف يعني ايه باثو فيسيولوجي. قلنا الباثو يعني مرض، وفيسيولوجي يعني علم وظائف الاعضاء والمرض. طيب كلمة باثولوجي، كلمة باثولوجي يعني study of disease، احنا بندرس الديزيز. طيب بندرس الديزيز من ناحية ايه؟ الديفلوبمنت بتاع الديزيز، تطور الديزيز. احنا عندنا باثوجينسيس يعني ذا ديفلوبمنت اوف ديزيز. طب هو الديزيز بيحصل له، المرض بيحصل له تطور؟ ايوه. تعرضك للمرض مش زي اوائل المراحل الاخيره من المرض. يعني ايه؟ الديزيز ديفلوب ان ستيج، يعني مثلا لو واحد حصل له انفكشن، بكتيريال انفكشن او فايرال انفكشن، عدوى بكتيريه او عدوى فيروسيه، ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه معانا وهي انكيوبيشن. انكيوبيشن دي معناها فترة حضانة المرض، المرض ده لسه ما ادانيش اعراض، السيمتوم يعني ما فيش اعراض ظهرت عليا. المرحلة التانية لما خلاص البكتيريا ولا الفيروس ظبط اموره جوه جسمي وبدأ ان هو يكبر في الحجم وتكاثر وعمل ريبرودكتيف جوه جسمي، يبدأ يظهر لي اللي هو الديزيز، يبدأ مرحلة الديزيز وظهور السيمتوم الاعراض. تالت حاجة معانا وهي مرحلة النقاوة، أو مرحلة إن أنا خلاص بدأت أتخلص من هذا المرض، وهي المرحلة التي يطلق عليها convalescence. يعني إيه convalescence؟ يعني مرحلة التعافي أو النقاوة. يبقى احنا الانفكشن عندنا بتمشي في 3 مراحل، انكيوبيشن والديزيز وبعدين كونفاليسنس يعني مرحلة النقاوة او التعافي. يبقى انا اول حاجة عرفتها ان الديزيز بتمشي في ستيج، مش فجأة كده الصبح بقيت مريض وظهرت عليا الاعراض، لا. الاول بي اول ما الباثوجين يخش او الجسم الممرض يخش جسمي، يبدأ ان هو يقعد فترة في الجسم، هي بنسميها فترة الانكيوبيشن، فترة الحضانة، الفترة اللي ما بيظهرش فيها اي اعراض عليه. تاني مرحلة اللي يبدأ يظهر الديزيز، وبعدين يقعد الديزيز فترة مع الثيرابيوتيك والعلاج، يبدأ ان يبدأ يحصل فترة تعافي والكونفلسنس اللي هي النقاوة. طيب يعني ايه علم الباثوفيسيولوجي؟ طبعا العلوم دي من العلوم الطبية اللي مهمة جدا اللي انت تفهمها عشان تعمل دياجنوزيس، عشان تعمل تشخيص للمريض. فكلمة باثوفيسيولوجي ذا ستادي، هي ذا ستادي، it is the study of the functional change، التغير الوظيفي اللي بيحصل associated with specific disease، التغير اللي بيحصل لما بيحصل مرض. يعني انا طول ما انا في النورمال فيز، في الوضع الطبيعي، مفيش اي تغير، اول ما بصاب بمرض او specific disease، مرض معين، يبدأ يحصل لي functional change، تغير في الوظائف بتاعة الاعضاء بتاعتي. يبدأ ان العلماء بالتجربة والكلينيكال ريسيرش، الابحاث الاكلينيكية، يبدأ يلاحظ عليا الامراض، يلاحظ عليا الاعراض ويسجلها. الاعراض لو الناس اللي بتفتكر من الترمينولوجي اسمها السيمتوم، يعني اعراض. طيب جايب لك سؤال كويس جدا في الهاند اوت، بيقول لك هاو ذا ديزيز افكت سبيسيفيك فانكشن اوف بودي، ازاي ان المرض بيأثر على وظائف الجسم. طيب
اول حاجه احنا شفنا حاجتين، سبجكتيف فاوندنج. احنا شفنا سبجكتيف فاوندنج واوبجكتيف فاوندنج. سبجكتيف فاوندنج ايه؟ شفنا البيشنت سيمتوم، اعراض المريض. المريض بيظهر عليه اعراض ايه؟ هل ان هو بيكح، هل ان حرارته بتعلى، هل ان هو عنده راشنج بحكه، ايه الاعراض؟ وطبعا لو المريض ده اليرت، منتبه او يقظ، بيبدا ان هو ديسكرايب السيمتوم بتاع، انا والله يا دكتور انا حاسس بكذا، والله يا دكتور انا حاسس بكذا، يا دكتور ده انا عندي مرض كذا، ده انا اصلا انا مريض ضغط، اصلا انا مريض سكر. طبعا تقول لي طب انا هستفيد ايه من الكلام ده كله؟ انا صيدلي يا عم، انا شغال في الادويه مش شغال في الكلام ده. طبعا انت الدكتور، اغلب الناس اللي بتروح لدكاتره الدكتور ما بيديكش فرصة أصلا إن أنت تشرح أنت عندك إيه. في دكاترة بيبدأ يستنتج المرض بتاعك وما بيديكش فرصة إن هو يعرف الهيستوري بتاعك. المريض، أنا كمريض عندي ضغط، عندي سكر، عندي كبد، والله الكلى عندي فيها، الكلية عندي فيها مشكلة. طب الأعراض دي كلها أحيانا الأطباء بيغفلوا عن إن أنت يسجلوها. فانت وظيفتك كدكتور صيدلي واقف في الصيدليه مش ان انت تجيب الدواء من عرفه وتديه للمريض، لا، انت وظيفتك ان انت تسال المريض هل انت عندك ضغط يا حاج، هل انت عندك سكر، هل انت عندك كنت بتاخد ادويه تانية، اخي خدت دواء مضاد حيوي قريب. كل الاسئله دي انت دي من وظيفتك، من صلب وظيفتك ان انت تسال المريض عليها، عشان ممكن انت لما تعرف مثلا ان المريض ده عنده كبد، عنده كوليا، امراض كوليا، عنده شايل الطحال مثلا، تعرف ان انت ممكن تغير الدوز، تغير الجرعه اللي هتديها للمريض من الدواء. فاحنا مش واقفين بنبيع في الصيدليه، احنا واقفين مركزين عشان ما يحصلش دراج دراج انتر اكشن، تعارض ما بين دوايين. يا حاج ده انت مش هينفع تاخد معاه مثلا مع دواء مثلا من عيله السيفالوسبورين زي السيفترياكزون، دي عيله من الانتيبيوتيك المضادات الحيويه، مش هينفع تاخد اي حاجه من مكملات السبلمنت اللي هي فيها كالسيوم، مش هينفع تشرب لبن وانت بتاخد الحقن دي يا حاج لانها بتعمل تعارض مع الحقنه. انت لازم تاخد البيشنت هيستوري بشكل دقيق جدا. تاني حاجة معانا Objective Founding، الـ Health Provider Founding، الـ Physical Examination. الطبيب الفيزيشن بيبدأ إن هو يفحص المريض، والله يجيب السماعة يسمع ضربات القلب، يشوف التنفس، لو عنده جهاز أشعة تلفزيونية يبدأ إن هو يكشف على الأحشاء والمعدة ويسمع الأصوات ويسمع كل حاجة، بحيث إن هو يعمل Physical Examination، فحص للجسم بتاع المريض بتاعه، البيشنت بتاعه. A cornice of disease defined by two factors، يعني حدوث المرض بيتقاس بحاجتين، incidence و prevalence. incidence new cases per unit of time، الحالات الجديدة اللي بتحصل مع مرور الوقت. طب ال prevalence ده بيبقى مجموع النيو والاولد كيسز بير تايم، بير يونت اوف تايم، يعني في وحدة الزمن. يعني انا بعرف الحالات اللي بتحصل عندي القديمة والجديدة، بحسب الريت بتاعها قد ايه، الايه الريت بتاعها قد ايه. طبعا يا جماعة احنا هنذاكر من الهاند اوت، انا من الناس اللي بتحب التكست بوك، بحب اذاكر من الكتاب، معرفش اذاكر من مذكرات خارجية. الكتاب بتبقى فيها المعلومة بشكل أصيل، وطبعا الكتاب الكلية عاملة لنا الكتاب بشكل ممتاز، الكتاب بتاع الباثوفيسيولوجي بالذات، ومواد وقسم الفارما عامة بيعمل الكتاب بتاعه بشكل فوق الممتاز، فمش هنحتاج أي ورق من بره، احنا معانا التكست بوك بتاعنا نطبعه وما نشتريش أي ورق من بره. وطبعا اللي بيحب يشتري ورق ده حريتك الشخصية، براحتك. بريديسبونسنج فاكتور او الريسك فاكتور بتاعتي، عوامل الخطر بتاعي. انا عندي مريض دلوقتي، هل ان كل المرضى زي بعض؟ لا. هل ان كل المرضى معرضين للمرض ده بنفس الكفاءة؟ لا. المرض بيختلف على حسب حالتك الصحية، الهيلث كونديشن بتاعك. طيب نبدأ مع بعض. اول حاجة الايدج، العمر بتاعي. اليونج ار برون تو اكسيدنت، ان الاطفال معرضين اكتر للحوادث. ليه؟
ليه الاطفال معرضين اكثر للحوادث؟ لان الطفل بيستكشف العالم من حوله بواسطه ان هو يلمس او يتذوق، لانه لسه ما يعرفش حاجه، فهو معرض اكثر ان هو يحصل له حوادث. دي اول نقطه. دي جيتنج ديزيز ساتش از دايابيتس. دايابيتس ترجم معايا دايابيتس يعني مرض السكر. طبعا مرض السكر ليه انواع كتير، اكتر من 4 انواع للسكر، ففي انواع من السكر اكثر عرضة موجودة للاطفال، اللي هو الدايابيتس تايب 1، وفي اللي اوفر 30 30 بيبقى معرض اكتر للدايابيتس تايب 2. طيب انت بتقول لنا الكلام ده كله ايه؟ المادة دي يا جماعة مادة فهم مش مادة حفظ. كل الكلام اللي أنا قلته ده أنا عايزك تبقى فاهمه، أنا عايزك تبقى فاهم إن أنا عندي علم اسمه الباثوفيسيولوجي، عندي علم اسمه الباثولوجي، عندي ريسك فاكتور. لما أشوف مريض كبير في السن أو صغير في السن أعرف هو معرض لأمراض إيه. عندي مثلا أمراض الهارت ديزيز، أمراض القلب، عندي سيرتن كانسر انكريز ويز ايج، في انواع معينه من الكانسر عافانا الله واياكم معرضه اكتر للناس اللي عندها كبر في العمر، او الناس الاولد بيرسون، الناس الكبيره في السن. فيري اولد ار برون تو دراج انتر اكشن. طب ليه؟ ليه كبير السن بيبقى معرض اكتر ان هو يحصل له دراج انتر اكشن؟ اقول لك ليه. كبير السن ده لما بيكبر الانسان، لما يكبر في السن طبعا الجسم بيبدا يحصل له فيسيولوجيكال تشينج، وبيبدا يتغير، والهرمون ستابيليتي بتتغير، فيبدا ان هو يصاب مثلا بامراض زي البريشر الضغط، عنده هايبرتنشن، عنده دايابيتس، عنده هارت ديزيز. كل الامراض دي بتخليه ياخد ادويه كتير في نفس الوقت مع بعضها، ممكن يكون ما بينها دراج دراج انتر اكشن. فانت مهمتك كصيدلي ان انت تحذره وتقول له ياخد الدواء ده امتى، في ميعاد امتى، بجرعه قد ايه، لان في بعض الناس بتستسهل وبتتعامل مع الادويه على انها حاجه بسيطه وسهله، ولكن الموضوع في منتهى الخطوره. تاني حاجه السكس مور، النوع بتاع الجندر بتاعي، النوع بتاعي بيبقى اكثر عرضه لامراض ايه. يعني مثلا عندنا الفيميل او الومن بيبقى عندهم الماسل سكلوروسس. يعني ايه ماسل سكلوروس؟ يعني تصلب العضلات. الام اس دي اختصار لماسل سكلوروسس، يعني تصلب العضلات. عندهم العضلات بتاعتهم عندها وهن، عندها ضمور، شويه ضمور، فهو ده مرض الماسل سكلوروسس. وعندي الاوستوبروسس. الاوستوبروسس ده اللي هو خشونه المفاصل. طبعا السيدات بعد المونوبوزل او انقطاع الطمس بالدوره الشهريه بمعنى اصح، بيبدأ ان هم يحصل عندهم خشونة في المفاصل نتيجة الهرمونال امبالانس. عندهم بيحصل ان الهرمونات عندهم بتختل، فالهرمون البروجسترون قبل انقطاع الطمس مش زي بعد انقطاع الطمس، والاستروجين مش قبل انقطاع الطمس مش زي بعد انقطاع الطمس. فهذه الهرمونات بتأثر عليهم وبيبقوا عرضة للمصل سكلروسس والاستوبروسس. طب المن بيبقى عرضة لإيه؟ عرضة الموت لمرض اسمه الجاوت. الجاوت ده اللي هو مرض النقرة، بيقولوا عليه داء الملوك. ده ترسب اليوريك اسيد في المصل، في الجوينتس بتاعتي، فيبدأ يحصل ورم وانفلاميشن في المفاصل بتاعتي. باركنسون ديزيز، مرض الشلل الرعاش. مرض الشلل الرعاش ده بيبدأ يحصل نتيجة الدوبامين امبالانس، عنده نقص في هرمون الدوبامين اللي بيتفرز من المخ، فيبدأ ان هو يحصل له رعشة في ايده ورعشة في الاطراف بتاعته، عافانا الله واياكم. دي كلها ريسك فاكتور. تالت حاجة معانا اللايف ستايل. طبعا الحاجات دي انت ما تقدرش تغير فيها حاجة، الايدج ما تقدرش تأثر عليه، السكس ما تقدرش تأثر عليه، ولكن اللايف ستايل بتاعي تقدر تأثر عليه. ازاي؟ الهارمفول لايف ستايل، يعني لو انت ماشي على نظام حياة غير صحي غير سليم. يعني مثلا الناس اللي بتشتغل في البرولوس كيوبيشن، يعني الناس اللي بتشتغل في وظائف بتحتاج مجهود عالي، بيحمل على الباك بتاعه الظهر بتاعه كتير، فده ممكن يغير من نمط حياته، يشوف وظيفة تانية تتناسب مع حالته الصحية. الناس اللي سموكر او اللي بيعملوا سموكينج،
طبعا الناس بتاخد موضوع التدخين ده بتفاهة وبسهولة، ان هو مفكر ان هو بعد ما يبدأ في التدخين ده ان هو خلاص كده انا بقيت راجل او انا بقيت كبير دلوقتي، انا لازم ادخن ولازم اعمل ولازم اسوي. موضوع التدخين ده انت بتدمر نفسك حرفيا. ليه؟ بتأثر على الريسبيراتوري سيستم بتاعك، بتأثر على الريبرودكتيف سيستم الجهاز التناسلي بتاعك، بتأثر على جهاز الكارديو فاسكولار سيستم بتاعك جهاز القلب والأوعية الدموية، بتأثر على النيرفس سيستم. السموكينج نتيجة التبغ ده وأول أكسيد الكربون والحاجات دي كلها عوادم بتخش جسمك بتدمره حرفيا. تقول لي طب ما في ناس بقالهم 40 سنه بياخدوا بسموكينج وعندهم وبيشربوا كحول كمان الكحول والدنيا معاهم تمام وصحتهم زي الفل. اقول لك ما فيش حاجه اسمها كده. ربنا سبحانه وتعالى مقدر لك مثلا انت تعيش 60 سنه 70 سنه، هل ان انت ممكن ال 60 سنه دول تعيشهم بصحه جيده، ما عندكش امراض، حياتك مستقرة ما بتاخدش علاج، قادر تمشي وقادر تروح وقادر تيجي، وممكن توصل لسن ال40 وال35 سنة وانت مش قادر تقف على رجلك بسبب اللي انت بتعمله من دلوقتي من السموكنج والاكسس الكحول. النقطة الرابعة البور نايتريشن، الناس اللي تغذيتها بتاعتهم مش كويسة يقول لك انا ما بحبش الاكل. يا حاج طب انت لازم أن تاكل علشان صحتك؟ لا يا عم انا ما بحبش الاكل، انا كفايه عليا لقمه بسيطه. اقول لك ان انت لازم أن تعمل هيلثي فود، تاكل اكل صحي، تاكل جود نيوتريشن، تتغذى كويس علشان جسمك يقدر يعمل الانشطه الحيويه بتاعته. طيب سيدنتري اكتيفيتي، الحاجات العصبية، الناس العصبية جدا، الناس اللي هم هايبر نيرفس بتاعتهم بتعصبوا بسرعة، كل ده بيحمل على جهازك العصبي، فجهازك العصبي بيفرز مجموعة من الهرمونات، الهرمونات دي بتأثر على الحالة الصحية بتاعتك أو الهيلث كونديشن بتاعك. رقم أربعة وهي الانفايرومنت، أنت عايش في مكان شكله عامل إزاي؟ هل أنت عايش في اير بوليوشن؟ في الهواء اللي حواليك ملوث، عايش جنب مصنع مثلا وبيطلع عليك عوادم سيارات عندك او عوادم المصانع، انت عايش في قرية ولا عايش في مدينة؟ الفيليج الى حد ما بيبقى الجو فيها انقى من المدينة بحكم ان في مصانع وفي اكتر سيارات وحاجات زي كده، فيبقى الاير عندهم انقى شوية بيور شوية. عندك الووتر بوليوشن، هل انت المايه بتاعتك نظيفه ولا مش نظيفه؟ البور لو ليفنج كونديشن، انت عايش في ظروف ادميه، ظروف كويسه للحياه ولا لا؟ يعني انت عايش في ظروف فقيره فما بتعرفش تشتري اكل كويس، كل دي حاجات بتاثر عليك. اكسسيف نويز، الناس اللي هي الضوضاء دي حاجه اسمها نيو نويز بوليوشن، التلوث الضوضائي، ان انت في دايما جنبك زعيق، دايما جنبك تنشن، دايما متعصب، كل الحاجات دي بتأثر على النيرفس سيستم بتاعك. كرونيك سايكولوجيكال ستريس، الناس اللي عندها امراض نفسية بقى، طبعا عن الامراض النفسية حدث ولا حرج. الانسان بيحط نفسه تحت ستريس ضغط عالي جدا وبيرفع الاكسبكتيشن بتاعه التوقعات بتاعته، فدي بيخليه يصطدم بالواقع او يحط ثقته في بعض البيرسون الاشخاص، فيبدا ان هو يتصدم، فيبدا ياثر على السايكولوجيكال كونديشن بتاعته حالته النفسيه. فانا من رايي ان انت تتبع نظام التوازن في علاقاتك وفي الريليشن اللي انت بتقدر تخشها. عندك الهيريديتي، الهيريديتي دي الوراثه، طبعا انت ما تقدرش تاثر فيها، يبقى انا ممكن اثر في عاملين اللايف ستايل بتاعي الانفايرمنت، ولكن الهيريديتي انا وارث حاجات من ابويا، من جدي، من والدتي، فانا هاثر عليها ازاي؟ اه تقدر تاثر عليها، اثر عليها ازاي؟ انا دلوقتي كده عندي ديل والجيناتيك بريدز ديبوزيشن انهيرتنس، يعني ايه؟ انا بورث حاجات من ابويا وجينات من والدي وجينات من والدتي، ازاي اثر عليها؟ انت شفت المعادله الرقم اللي انا بعلم عليها ديت؟ مثلا عند واحد عنده جيناتيك ريسك فاكتور، مثلا هو معرض جيناتيك ان هو يجيله مرض الدايابيتس مثلا او السكر،
طيب هل ان انا ممكن اغير الموضوع ده؟ اتغيره ازاي؟ ان انت تاثر على سيرتن انفايرومنت، يعني ممكن ان هو يكون حامل لجين ان هو معرض اكتر من غيره لمرض السكر، ولكن هو طول حياته راجل رياضي، طول حياته بعيد عن السموكنج التدخين، عمره ما شرب كحول، طبعا ده مش هيجي له مرض السكر لانه بياكل هيلسي، بيعمل رياضه، جسمه في هيلسي كونديشن على طول. طب تخيل واحد تاني جيناتيك عنده مشكله ان هو ممكن معرض لمرض الديابيتس، وبياكل اكل فيه سكريات كتير، وما بيلعبش رياضه، ووزنه دايما زايد، عنده اوبيزيتي، سمنه مفرطه، فده معرض ان هو يجيله ديابيتس ميليتس مثلا، مرض السكر. مثلا واحد يجيله منتر ريتارديشن، يعني ايه؟ تاخر عقلي نتيجه ان عنده حد في العيله اكرمكم الله يعني عنده ظروف خاصه، فده ممكن الجينات توصل له، يحصل كورابت في الجين، فيبدا ان هو يحصل له تاخر عقلي. او اللانج كانسر، يعني واحد عنده جيناتيك ان هو يجيله كانسر في اللانج، ولكن هو برضه محافظ وما بيدخنش والدنيا معاه تمام، وقاعد في هيلسي اير وكله تمام، فده عمره ما يجيله لانج كانسر. ولكن الناس اللي مثلا بتدخن، واحد سموكينج مثلا، واحد بيشرب كحول، ده راجل معرض ان هو يجيله لونج كانسر، لان هو جيناتيك الجينات بتاعته مدياله ان هو يجيله لونج كانسر، وكمان هو وفر الظروف الملائمة لهذه الجينات ان هي تشتغل. طيب البريفنشن هيلث كير يعني ايه؟ طريقة الوقاية، بيقول لك ايه؟ ذا بيست تريتمنت اوف ديزيز از بريفنشن، الوقاية خير من العلاج، أفضل العلاجات من الأمراض هي الوقاية، إن أنا حافظ إن أنا ما يجيليش المرض أصلا، مش هضطر إن أنا أقعد أعالج فيه. تاني حاجة معانا ديل ويز ألترينج الريسك فاكتور، اتعامل مع الريسك فاكتور أو عوامل الخطورة المتغيرة، ذات كان بي تشينج، الحاجات اللي أقدر أغير فيها ما أنا أغير فيها. اهم حاجه ان انا احافظ على صحتي. The best treatment of disease is prevention. طبعا احنا هنقف لحد كده، تقول لي انا الدكتوره ما شرحتش كل المقدمه دي، هو انا المفروض اذاكر المقدمه دي؟ exactly لازم تذاكرها. ليه بقى؟ المقدمه دي هي اللي هتفهمك عوامل الريسك فاكتور، الخطر اللي انا ممكن اقابله، انا هواجه ايه، وهتفيدك اكتر في الريسبيراتوري سيستم، وفي الليفر، وفي الهيباتيك، الليفر والهيباتيك والكيدني، كل الحاجات دي لازم تبقى فاهم ريسك فاكتور، لانك هتكتبها كعوامل موجوده بتسبب هذا المرض، فلازم ان انا اكون مدرك هذه العوامل. دمتم بخير، هنقف لحد كده، وهينزل البارت الثاني ان شاء الله قريب جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.